السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح سعيد نوعا ما. نوعا ما. هاي شرة سعيدة. حياك الله ياسر، اليوم عندنا بروفايلك بلس، كيف حالك؟ الله يحييك ويبقيك. تحية لك وتحية المشاهدين الكرام. طبعا صباح ان شاء الله سعيد على المشاهدين الكرام، لكن حزين نوعا ما في المنتجع بالحدث اللي حصل مع فيصل بن قربة. الله ان شاء الله يعوضها خير. وتحية طيب. لك يا ابو شوق. عندك تعليق على فقرة زوارة بشكل عام؟ شوف، رغم الآلام اللي تحصل فيها إنها فقرة جميلة جدا، أنا تعجبني صراحة، فيها من الأكشن ما الله به عليم، وبرضه فيها. تقصد بالأكشن؟ إثارة، الناس تترقب، أنا كمشاهد أترقب، بيجاوب مهم جاوب، وإذا جاوب ردة الفعل بيشوفها له مش شايفها له، إذا شافها له كيف اللقاء فيهم، إذا ما شافها كيف حيحصل الفراق. هذا بحد ذاته يعتبر ترى يعني شيء مثير جدا، يعني أنا أشوف إنه شيء جميل جدا. الفقرة أعدت بشكل رائع جدا. الأسئلة عددها رغم أنه صعب كإعداد لكن تمكنوا منه. هذا نظام المسابقة، في اللي بيلتقي في هلا وفي اللي مو ملتقي فيهم. الكان مؤلم في فيصل أنه خرج الأسبوع الماضي، لكن معظم اللي حضروا اليوم ما شافهم، وهذا كان مؤلم بالنسبة له. كيف يعني. من أخوانه قصدك؟ اللي أي من أخوانه اللي موجودين. هو خرج الأسبوع الماضي، لكن في بعضهم كان في جدة وكان بعضهم سافر برا، فما التقى فيهم الأسبوع الماضي يوم طلع، واليوم شافهم بس من بعيد وايرلس من ورا السور. لكن ان شاء الله ربي يعوض خير. كيف كان الحوار اللي كان ورا السور؟ يقول بيض الله وجهكم على جيتكم ما ادري ايش، وكل ما مشوا. هذا شيء مؤلم جدا يعني بصراحه. كل ما مشوا تعرف اللي يضرب الجدار يقول قهر، تعرف اللي واضح فيه القهر كبير مره مره مره. وانا اللي ألمني كثير صراحه، اللي ألمني كثير يوم راحوا من ورا وراح بيلتقي فيهم عند الباب وصار لحظة الفراق هذه، يعني كانت مؤلمة جدا، لكن الحمد لله على كل حال. وش تأثير اللي صار على فيصل بن قربة؟ شوف، من وجهة نظر على حسب شخصية فيصل. إذا كان فيصل بيتقبل الموضوع بيحسس نفسه. لا شوف ياسر، ابنعني من الإجابات الدبلوماسية. كل شيء يصير على حسب شيء. أنا أكلمك عن فيصل بن قربة، تعرف فيصل؟ عارف فيصل، ما تعرف لك 50 يوم. طيب إيش تتوقع تأثيره على فيصل بن قربة؟ جاوبني على الحالة النظرية اللي عندنا بدون الحاله العمليه. على الحاله النظريه شوف، انا اسف بحكم من وجهه نظر ناقصه، يعني مش حتكون كامل. فيصل راح يتاثر وراح ينخفض مستواه، جميل، من وجهه نظر ناقصه، لانه انا عارف فيصل يتاثر كثير بالامور اللي تحدث حوله، خصوصا انه كان تاثير سلبي مش ايجابي. يعني انك مثلا لو التقيت فيهم، انا اتوقع لو التقى فيهم فيصل راح يكون تاثير قوي جدا وتلقاه نشيط جدا خلال الايام القادمه. لكن اللي اتوقع ما حصل الان، اتوقع راح ياثر عليه تاثير سلبي وراح يكون هادي. لكن أتمنى أن فيصل يكون عكس توقعاتنا ويشد حيله أكثر ويبذل جهد. بعطيه جملة تحفيزية يعني، ويجمع نقاط أكثر عشان يقدر يطلع يشوفهم ويرجع بهالنقاط اللي جمعها. أنا أتمنى فيصل بن قربة يكون معنا في الكونفشن روم. عندنا أشياء الفيصل من أهله بنعرضها بعد شوي، ودنا نناقش اللي صار في فقرة زوار وجهة نظره في اللي صار. تبغى أحد ثاني في الكونفشن روم؟ لا بس جميل الحلاقة اليوم. شاكر ومقدر لك، ترى الكون في شروم مو بالحلاقة. أناقة يعني. شاكر ومقدر لك. أبغى سعد الكلثم، لا مش سعد الكلثم، دقيقة خل سعد الكلثم شوي. أبغى عبد الله الشهراني. طيب عبد الله الشهراني إيه؟ وعلي الكلثم. علي الكلثمي عفوا. ناخذ فيصل بن قربة. علي الكلثمي؟ إي أنا أبغى علي الكلثمي. فيصل بن قربة حياك الله. الله يبقيك أبو شوق. يا مرحبا يا فيصل. الله يطول عمرك. فيصل أبي سعد الكلثم. طيب فيصل، أول شيء ترفعوا لي صوت فيصل عشان أسمعه. سم فيصل كيف حالك؟ الله يطول عمرك ابو شوق. فيصل تقدر توصف لي الموقف اللي صار بشكل عام؟ والله يا ابو شوق ما ادري ايش اقول صراحه، لكن في سؤال انا متاكد منه اجابته صحيحه، متاكد 100%. اي سؤال؟ اللي وين يدرس ولد اخوك؟ انا قلت الشفا، ومتاكد انه في الشفا، لانه كان يدرس روضه، وسلطانه اللي هي الديره، وما كان يدرس في الديره، وابوه ساكن في الرياض. طيب غير ذلك اللي قهرني زود انهم متعنين 160 كيلو، اقل شيء بشوفهم لو كان تحت البث، بس انا عليه بس بسيط، شيء بسيط وبروح، بحب خشم كل واحد منهم الله يستر عليهم. الله يبيض وجهك يا لا 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 جد يا ابو شوق معليش، إيه؟ يعني متعنين 160 كيلو جايين في ما ادري متى جايين هنا، كم لطعين. فيصل حبيبي سلام. معك ياسر فيصل. الله يسعدك، شوف هذا نظام مسابقه بغض النظر متعنين، برضو اهل سرور جايين من سفر وما قدر يشوفهم، هذا قانون المسابقه، احنا نقدر هذه المشاعر جدا جدا. حلو، انا معك في نظام المسابقه، لكن يبقى طيب. قانون المسابقه. انا ارجع الان لموضوع اللي انت ذكرته، موضوع المعلومات. المعلومات هذه اللي معد لهذه الفقره فائز، وكذلك ناصر مقدم هذه الفقره.
أعدوا الأسئلة وجابوها من أهل المتسابق. طيب. من أهلك يعني من أخوك من اللي كانوا موجودين. هم اللي يقولون له وش نسأل. تسمح يتكلم يا أبو. تفضل. آسف. مع احترامي لهم جايبين الأسئلة كلها صعبة، جايبين عن الأسئلة كلها أكثر عن عبيد أخوي. عبيد أخوي كان دائم مسافر برا في الخارج ما تقابل معه كثير. غير ذلك إنها أكبر مني بكثير. وكل الأسئلة مركزة عليه. غير ذلك في سؤال جاوبت عليه صح 100% إنها صح. اللي هو. إيش السؤال بس إيش السؤال؟ وين كان يدرس ولد أخوك؟ وين يدرس فيه ولد أخوك؟ طيب إذا كان هاني يسمعون الكنترول بس يشوفوا يتأكدون من الموضوع ويردوا لنا نشوف إذا معد فقرة زوار أتمنى تأكد تبلغني عفوا. طيب راح يتأكدوا الآن من الموضوع بيرجعوا لنا فيصل. فيصل غير ذلك طال عمرك الأسئلة كلها على شخص واحد يعني مو معقولة كل الأسئلة على شخص واحد. وفي شيء ثاني ما حطوا نسب ما في نسب يعني أول كيف نسب؟ معلش نسب يعني من مثلاً من 2010 إلى 2013 زي شيء تقريبي زي كذا يعني مساعدة. أنا ما أبد رقم واحد جاوبه صح ما جاوبه خطأ على طول. طيب فيصل هو طبعاً مسابقين قبلي معلش يا أبو نشوك مسابقين قبلي كان يأخذون مثل كذا يعني من مدة إلى مدة. طيب فيصل هو طبعاً المسابقة بشكل عام كل أسبوع له ظروفه لأن كل عائلة تختلف ظروفها عن الثانية. لكن بشكل عام يا فيصل أنا حاب أوصل لك سلام أهلك. أقول حاب أوصل لك سلامهم وتحياتهم ويمكن أنت سولفت معهم من خلف السور. ما أمداني والله ما أمداني أقول كيف الحال أسلم عليهم. لكن يا فيصل جابوا لك هدايا لك ولزملائك موجودة قدامي الآن. وهذه برضو اللي هنا. وفي شيء عند ياسر بعد البث بعد الحلقة إن شاء الله بسلمك إياها إن شاء الله فيصل. الهدية كانت الكبرى هي مقابلهم وسلام عليهم لكن حرمتوني منها الله يجزاكم خير. الله يسعدك. فيصل هذه نظام المسابقة. يا أبو شوق بس دقيقة بس أسلم عليهم لا تطلعوا على الهواء بس بسلم عليهم تحت الهواء. والله يا فيصل هذه آلية المسابقة لو سمحنا لأي واحد يسلم على أهله بعد إذا ما جاوب ما استفدنا شيء من هالمسابقة. طيب ولا استفدنا شيء من هالأسئلة. اللي صار مع سرور صار معك اليوم عسى الله يعوضك خير. طيب في سؤال ثاني أبو شوق تأكد من اللي هو حق الطفل ولا وين يدرس فيه هذا السؤال اللي تأكد منه. طيب إذا طلع صح علي وش بيرجعون يعني بنتأكد من معد الفقرة الآن وبيرجعون السؤال بس إذا طلع صح بيرجعون يعني ولا إذا طلع صح لكل حادث الحديث في وقتها بجاوبك الجواب الوافي. طيب شوف لنتأكد شوف يا أبو شوق أنا أبي حاجة واحدة سم إذا طلع صح أبي بن أبو نايف الله يطول عمره ناصر حربي يطلعني 24 ساعة سلم عليهم وارجع بالله. طبعا الشباب يقولون عندك أربع أسئلة كلها خطأ مو بثلاث أسئلة بس. لا لا أنا السؤال اللي لو جاوبت عليه صح كان بقابلهم. لا يبقى عندك ثلاث أسئلة خطأ. كم؟ يبقى عندك ثلاث أسئلة خطأ. طيب صح النجاح عشان تقابلهم لازم سبعة. لازم سبعة من عشرة. لازم سبعة من عشرة. أي نعم. طيب أتمنى يا شاب أي أنا فاهم بس هو يقول السؤال الرابع اللي أخطيت فيه اللي هو وين يدرس الولد أو البنت الصغيرة ذي؟ لا الولد الولد. الولد يقول أنا متأكد إن جوابي صحيح أتمنى تبلغوني بالجواب هل هو صحيح أو لا؟ طيب أبو شوق قبل منك وش لي طيب؟ يقولون صح. يقولون الشباب المعلومة اللي أخذناها من أهلك هي اللي طرحناها على الهواء. بس انا اذكره زين اعرفه يا اخوي مشكله اني اعرفه. المشكله فيصل انت الان لك 51 يوم في البرنامج اهلك كانوا موجودين واخذنا المعلومه من كل واحد من لسانه. طيب في اعتراض ثاني ممكن سم الاسئله كانت كلها عن عبيد اخوي عن ابو محمد كل سؤال قال ابو محمد وين يدرس وابو محمد اي كان نادي النصر. اخي تكلمني عن قبل 15 سنه او 10 سنوات ورا غير ذلك محمد دائما سفرياته كثيره. فيصل معك ياسر. فيصل اذا تسمح لي حبيب قلبي طريقه الاسئله هذا شيء وإذا كان في خطأ هناك شيء آخر يعني إذا كان في خطأ إحنا بإمكاننا نقول طيب نعترض نشوف في خطأ معين نعالجه ويتصحح. طيب لكن طريقة الأسئلة هل هي كانت لشخص واحد هذه طبيعة المسابقة. طيب لا لا هو قرر هل شيء هذا عادل يعني معقولة ستة أخواني كانوا موجودين ستة أو خمسة إيش المشكلة أو سبعة كل أسئلة عن شخص واحد إيش المشكلة ما تدري عن الظروف اللي حصل. فيصل هذا الله يرضى عليك اسمعني اسمعني دقيقة أبو ياسر مشكلة عبيد أخوي هذا كان دائما يسافر برا. طيب يدرس في الخارج وكان ماخذ ماستر دائما برا ولا شوف يوم توظف في جده. طيب وجابوا كل المعلومات عنه هو بالذات. طيب ممكن هو اللي اعطاهم المعلومات هذه. لا معه اخوانه كان بيساعدون اكيد. طيب هو معه اخوانه بس اللي اعطاه المعلومات على حال. فيصل بوجهه نظرك وصلت للاعداد واذا كان السؤال ذا فيه خطا بنوقف عند الموضوع ذا ونناقشه. وحنا سبق تناقشنا فريق زوارة عن صعوبه الاسئله وطريقه المعلومات او طريقتها مع انه في ناس تقول انه في متسابقين غشوك بعض الاسئله او سمعوها وجاوبوك. وين غشوني والله العظيم ماش ما غشوني. سؤالين والله لو مغشوني كان قلت صح غشوني والله اني عارفها غير المره بس هم بلغوك وانت عارفها يعني غير المره هذا اجتمعت علي كلها حق حبتين هم بلغوك وانت عارفها اصلا صح. اسمع هم اجتمعت علي الثنتين كلها. ايش المره هذا اجتمعت علي الثنتين تجي حفلت من كلش. فيصل
سنتين قالوا لك حبتين يا رجال. سنتين هذا خابرها انا. اي بس هم علموك وانت خابرها. والله اني خابرها، لو قل ما خابرها خايف اقولها ثم تجي غلط. قلت خليني اتاكد. فتاكدت من زملائك؟ طيب بس في سؤال انا متاكد منه 100%. السؤال هذا انا اطلع برا مسابقه اذا ما كان صحيح. طيب فيصل والله انا صادق. لا لا فيصل احنا ما نبغاك تنسحب. لا 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 بس صادق انا دقيقه ابو شوق، انا صادق على قولي والله العظيم واحلف انا صادق. الولد كان يدرس في الشباب، الى الان اتوقع يدرس في الشباب لانه يدرس روضه. طيب والديره ما فيها روضه سلطان. اتمنى الاستاذ ناصر الحربي مدير الفقره ومقدمها والشباب المعدين يتاكدون لي من هالسؤال ويجاوبوني الان تكفون. جيد فيصل الان في الحلقه بيجي الجواب. فيصل يبعد راسي احنا تناقشنا هل بيأثر عليك سلبا ولا ايجابا؟ لا والله اكيد سلبي. تخلوني اشوف هالي كذا وتوديهم لا المشكله عنوه 160 كيلو اتوقع. فيصل فيصل وعبيد جاي من سفر، انا عارف عبيد جاي من سفر. طيب محمد لكن الاسئله كلها عليه جاي من سفر. طيب فيصل انت في جمهور كبير واهلك بعد ينتظرون منك اشياء كثيره. اتمنى يا فيصل انك تركز في اللي بقى في البرنامج وان شاء الله اهلك موجودين وقريبين وان شاء الله مو هو بشيء كبير ياثر عليك. الحمد لله هم في صحه وخير وسمعت صوتهم وتكلمت معهم وكنت قبل يومين ثلاث ايام عندهم، لكن خير ان شاء الله. للمعلوميه والله اني اكثرهم ما قبلت الا تحيم وبدر يوم طلعت، ولا الباقي ما قبلتهم والله. اللي كان مسافر وكان مشغول وانا طلعت 24 ساعه ما امداني حك راسي بعد. والله معوض خير يا فيصل. معوض خير معوض خير ان شاء الله. بكم ابيكم تعوضوني ب 12 ساعه معوض خير ان شاء الله. اذا صار في دقيقه فيصل سم. اذا صار في خطا في السؤال لكل حادث حديث اذا ما في خطا سيستمر الوضع على ما وعد. وبعدين فيصل لا تنسى ترى اربع اسئله جاوبتها خطا وسؤالين علموك زملائك، فيعني هي ست اسئله. ابو شوق ابيك مره واحده تكون معي ما تكون علي. والله اني معاك يا فيصل واحدة. معاك انا زي ما فيصل كل ما جيت بحلها تقول تعقدها زياده. فيصل زي ما ناديتك تطرح وجهه نظرك وخليتك تقول كلامك بكل اريحيه، انا انقل لك كلام الاعداد اللي صار واللي شاهدون المشاهدين. طيب انا كنت اتمنى انت خاصه اتمنى انك شاهدت اهلك، لكن هذه الظروف انت اللي ما جاوبت. فالسؤال هذا ما زلت اسال عنه، اذا كان في خطا بيراجعونا في الاعداد. طيب السؤال خطا ولا صح؟ انتظر جواب الاعداد، انتظر جواب معد الفقره خرج يتصلون فيه ويعطوني خبر. طيب اسمع انا عارف يقول خطا حتى لو كان صح. انت سؤالك عن الولد وين يدرس؟ نعم غير المهم قلت ابو نايف الله يسامحك سامحك الله وان شاء الله اني بشوفهم ذي الحين ولا بعدين. بيض الله وجهك. يعطيك العافيه فيصل. طيب اقرا تغريدات؟ طبعا في فكره بشكل عام، فلنفرض ان هالسؤال طلع صح على فيصل وخطا على خطا، يقولون في سؤالين غشوك فيهم متسابقين هي اصلا ملغيه معتبره خاطئه. شوف بغض النظر انا بالنسبه لي كقانون مسابقه مساله غششوه ما غششوه دام ناصر حسبها صح تعتبر صح. عموما انا بالنسبه لي ك ك ك يا مشاهد دامها اعتبرت صح على الهواء فهي تعتبر صح. هو ما حسبها صح، هو قال بمشيها بس حسبها صح يعني. جيد ما في حسبها صح جيد. بمشيها بقرطسها حسبها صح. نرجع للسؤال اللي هو مسألة الأخ، أنا أتكلم يوم قال إنه وين درس الولد الأخ. في حال كانت الإجابة صحيحة هنا يوجد حل بديل، إما إذا كان لحقوا عليهم وجو ولا عاد يشوف لها طريقه معينه. اذا كان الاجابه خلاص تستمر على ما هو عليه الامور يعني باختصار. طيب مساله مشي وما مشي هو حسب. عطني تغريده وبطلع المقطع. طيب هنا في تغريده من ورا التريلات اشوفها يعني. ياسر اقرا. المفروض تنحذف فقره بروفايلك بلس. حلو. لان منصور صار يوصل اراءنا وتعليقاتنا بدون جهد وتعب. يعطيكم العافيه. صحيح منصور يوصل اراءكم وتعليقاتكم، لكن منصور ما يستطيع يوصل الشيء اللي بوريكم اياه بعد شوي. نشوف مقطع نرجع. هي حياتك وانت لونها بصفاتك، حب غيرك شي حبيت اهل ذاتك. هي حياتك بس لو تشعر بغيرك يزيد. ايه الجمهور كانوا يشون السمك هذا اللي دائما البث عليه وطلعوا النخل. والله المتسابقين مقصوفين داخل. هذا طبعا المقطع من مقاطع الجمهور منتشر في تويتر. طبعا المعلوميه اللي صمم هالمقطع ما شاء الله تبارك الرحمن يصمم من البرامج السابقه، عنده موهبه جميله جدا اللي هي مساله رسم الكرتوني وتحريكه والى اخره، فاهنيه صراحه اللي صمم. وكذلك في بعض يمكن مقطع هيعرض برضه مره اخرى هنا، في مونتاج رائع جدا يعني مصممين محترفين يتعاملون ويصممون للمتسابقين تصاميم راقية جدا بعيد عن التزلف وإلى آخره.
فانا اتمنى هالمقاطع اللي راح نشوفها يعني المقطع اللي ممكن يجي في وقت لاحق وهالمقطع انهم يستمرون في الابداع وبرضو يكون هالروابط اللي تطلع في مقاطعهم تسويق لهم لاعمال ممكن يتطورون اكثر واكثر. وخلهم يرسلون منصور القرني يطلع لهم. وخلي منصور القرني طيب. يطلع لهم المقاطع على معنا في الكوفي شرون سرور روقي. مرحبا يا سرور. حياك الله يا مرحبا مليون. هلا وغلا. يا ابو شوق ويا ياسر. حياك الله يا سرور. انا بعلق بس على المقطع اللي قبل شوي. جميل. حق الاشجار ولا هذه. انا اشوف ان اشجار افضل من انه يكون المتسابقين نفسيا تعبانين وعليهم جهد بعدين انتم تجون تقول ليش ما تقدمون وليش باردين. اتوقع ال 24 ساعه تراها مجهده نوعا ما والتوزيع في نفس الوقت انا اشوف انها احنا في جدولك لك تنعاني فما بالك في توزيع شفتات في 24 ساعه. ليتك ما بررت يا سرور. طيب انا سرور دقيقه سام ايش رايك نخلي المتسابق يطلع يقدم يوم يريح يومين في بيتهم يرجع. لا مو بكذا انسب. لا لا طبعا ما هو انسب ولا شيء لكن انا يا اقول سرور لك هي كلها 90 يوم يا طيب حبيبي 90 يوم وفي 90 يوم هذه فيها ما فيها. طيب, طيب الحمد لله اكل وشرب وصحبه وانجز جاي تسوي الشيء اللي تحبه واللي كلكم كنتوا تتمنونه تطلعون فيه فمو طبيعي مو منطقي انك يوم توصل هنا تقول احنا انضغطنا نفسيا فنبغى نطلع. لا 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 ما هو نفسيا ابو شوق ما هو نفسيا لكن انا لو اسالك انت سؤال الان بعد بروفايلك وش تسوي بتقول اروح انام وتصحى وتداوم وتروح في فتره في شيء اسمه نوم صحيح. فاتوقع ان النوم هذا هو ممكن الاغلب انا متاكد ان اغلب الاشجار اللي انتم قاعد تشوفونها تراها وقت نوم. طيب تسمح لي سرور معك ياسر بس في معلومه احنا ما عندنا مشكله انها وقت نوم لكن الجمهور لاحظ وهو ذكي انها ما هي وقت نوم. في ناس جالسه جوا وهذا سبق نقلناه احنا مقفله مايكاتها وتسولف هنا عتبنا بس والاشكال انها مو بفتره النوم بس يا سرور. طيب فتره النوم هذه يفترض انه في الفقرات تكونوا موجودين صح؟ احنا نشوف ناس تنام في الليل والنهار مو معقول ياسر. انت قلت كلامي. شوف يا سرور الله يرضى عليك احنا لما نتكلم عن هالموضوع موضوع النخل وموضوع الورد والى اخره نفس الكلام اللي قاله هاني الشباب للاسف بعضهم صاحي موجود نومه يكون وقت الفقرات يعني نومه يوصل يا الله بعد العصر يكون صاحي. معقول انام من الساعه 1 بالليل الى بعد العصر؟ لا انا بقول لك المقطع اللي انتم تقولون ان الشباب كانوا يقولون لا تطلعون قفلوا المايكات او حاجه زي كذا تشيرون اذا كان في غير غرفه النوم انا بكون معكم. طيب دقيقه يا سرو في غير غرفه النوم تصير في غير غرفه النوم صح؟ اي اذا كان غير غرفه النوم طيب انا اكون معكم. اليوم انت كنت جالس في الخيمه اللي وراي هذه دخلت غرفه النوم بعد العيال المنظم وطلعت جلس تقريبا نص ساعة وما كيك طافي. كيف؟ كنت مع سعد الدوسري وما كيك طافي. ممكن عادي أنا إذا طافي هذا نسيان يا أخي ننسى ركعة مو بعد مايك يا أبو شوق. ركعة إيه. مرة في الصلاة مو بكل يوم. إيه أنا أقول لك المايك. أنا أقول لك يعني النسيان أبو هذا فيه ضرر فلما يصير فيه ضرر مو معقول إني أنا متعمد أقفل المايك تمام هذا أكيد إني ناسيه أنا. يعني سواء انا او اي احد المتسابقين لكن ما ابغى اطول في الموضوع طيب عشان انتم طلبتوا الشباب. طيب ممتاز بس في نقطه مهمه بسرور هذا سرور نسى 22 متسابقه و20 او 19 نسوا كلهم. اللي صار يا سرور انه هي في النهايه 90 يوم راح منها 51 بقى كم بقى اقل من 30 يوم او 40 يوم. فيا سرور الجمهور نوصل لكم الاستاذ سامي امس في برايم وحنا نوصل لكم كل يوم الجمهور مستاء من النخلات حفظوا النخل اللي في المنتجع وحفظوا الورد وحفظوا الأسماك والخطوة الجاية يحفظون الزرع ويحفظون الأشجار والأمشاب. شفت كيف الجمهور شواش السمك؟ كيف؟ شفت كيف الجمهور شو السمك؟ أنا أشوف وأنا مقدر الجمهور جدا أنا مقدر لكن في أحيانا حاجات تحصل هنا ما يعرفها أحد. حبيبي أنت تدري مش مشكلتكم يا سرور تسمح لي؟ أنا بياسر بس عشان ما أطول على الشباب اللي أنتم طلبتوهم والله الموضوع انه بس انا المقطع على فكره المقطع عجبني جدا جدا المقطع اللي انتم عرضتوه للامانه لكن احنا بنقول والله احنا قاعدين نشتغل بكل ما نقدر ان احنا نملى البث في كل شيء حتى ننام متاخر ونصحى بعد ساعات عشان بس ان احنا نغطي البث. طيب تدري ايش مشكلتكم سرور؟ ايش؟ مشكلتكم شيء بسيط جدا. وشو؟ وحنا والله اذا هو في يدنا ابشر به يا اخي. بيدكم ان شاء الله. طيب نسمع. يكون واحد او المنظم او اي احد يكون معه جدول بكل بساطه. أو ورقة شباب عندنا 24 ساعة شباب من عند المقدرة يجلس الفجر شباب خلنا نتعاون من عند المقدرة يكون الفجر موجود أنا والله تعبان اليوم أنا شو أحس إني منهك ما أقدر أطلع الفجر عشان ما يصير الهواء فاضي وعشان البرنامج مو عشان نفسي عشان البرنامج
من يقدر يطلع الفجر اليوم؟ فلان. طيب شباب بكره، شباب انا بكره تكفون، خلوني انا بكره اذا كان بتنامون انا ما عندي مشكله، اللي بيجي ما يحياه الله. وعلى هالطريقه صار الهواء مليان 24 ساعه. ترى الموظفين اللي هنا نفس الشيء، يداومون شفتات. شفتات سرور. طيب. انا ما ابغاكم تحولون الرياليتي الجداول بالضبط، هذا اللي انا ما بغيت، هذا اللي انا ما بغيته بالضبط. لكن في حاجات شويه تنظيم بس مو معقول. انا سرور انا عندي اعتراض على شيء واحد بس، اللي هو راحتكم لنفسك عليك، لجسدك عليك حق. لكن مو معقوله انت مريح في الليل او سين مريح في الليل وغايب عن فقره الظهر وغايب عن فقره العصر وغايب عن الصلاه. هذا وين كان؟ هذا ما كان مريح. تأكد. هذا كان يسولف او بالضبط. كان عنده سالفه في الاسترداب. بالضبط يا سامي يا ابو شوق. طيب. انت عندك موضوع ثاني جاي تتكلم عنه؟ اي انا عندي موضوع اللي بعد اللي هو موضوع فيصل وزواره. انا ما ودي اتكلم في الموضوع كثير لان انا جربت هذا الوضع، فاقول الله يعينك يا فيصل على هذا اللي انت موجود فيه. كلنا معك باللي تقول. بالضبط. الشيء الثاني وهو بروفايلك وعدم متابعتي، لان ما ادري انتم اذا كان في اشياء قد قلتوها او حاجه، والله ما اعرف يا ابو شوق. لكن امس قابلت انا فواز في الاعداد، لان كنت اجهز انا الليله عندي يوم الثلاثاء الليله النجديه، فقابلت فقال انا تراي وراي وبنشوف ونحترم نتكلم، وقام يناقشني ذكر اشياء على بروفايلي. فانا من هنا تذكرت شيء، لان انا كنت اكلم الدعم فكانوا مستائين من حاجه بسيطه وهي النقاط اللي انتم ذكرتوها اللي المياه اللي رجعت. تمام. انا والله ما كنت اعلم، لان ذاك اليوم نادوني في وقت الفقره اللي كان موجود اخونا عبد الكريم ناداني، فانا رجعت وما اعرف كم الدرجه اللي وصلتني من الرساله. تمام. اثر ما شاء الله الدعم كانوا شغالين ويطالبون، وانا يوم جيت هنا قلت والله ما عرفت الا منكم، يعني انتم يا بروفايلك. فانا اعتذر منهم اذا كانوا هم شغالين على هذا الشيء وانا ما كنت اعلم. طيب طبيعي يا سرور، يا سرور طبيعي ما تعرف الا مننا يعني. لا بس لا انا اقصد اني ما علمت، انا اقصد اني ما علمت ان علي خصم 100. الى سرور يقول اقدر جهود جمهوري اللي كانوا يطالبون واعتذر لهم اني ما كنت متفاعل زيهم كذا، قصدك سرور؟ لا مو متفاعل. انا ابين لهم ان انا ما كنت ادري، ما كنت ادري. لو كنت ادري تفاعلت في الموضوع. اي لو كنت اعرف كان انا مو متفاعل، على الاقل ذاك اليوم اني انا تكلمت في هذا الموضوع، لان عاده بروفايلك اللي يثير الاشياء الجمهور يصيرون ينبهون بعض بروفايلك على اشياء يتكلمون فيها. جميل جدا. النقطة بس اللي قبل الأخيرة اليوم، أول شيء قبل أقول النقطة اللي عندي اللي هي أحمد سعود اليوم فاجأنا أنه طلع عشان والده، تكلمنا المغرب أنه هو كذا قال أنه بيمشي عشان أبوه الله يقومه بالسلام ويشفيه ويرجع لنا أحمد سالم غالب. اللهم النقطة الأخيرة اللي أنا بتكلم فيها اليوم عشان ما يصير فيها عتب منكم أولا، ولأنه وصل عتب من الإدارة وممكن يوصل من المتابعين والمشاهدين لنا. جميل. اللي هو الـ 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 الاجتماع المفاجئ اللي صار في السرداب اللي اليوم تكلمنا فيه اخونا احمد سعود. بالعاده انا اقول ان هذا السرداب ما هو جديد علينا اجتماعاتنا فيه، وما يخفيك انت ابو شوق وياسر عن هذا الموضوع. ونقاشنا اللي اليوم حصل في السرداب والله العظيم انه اللي نفس اللي يحصل كل يوم، مو بكل يوم لكن اللي يحصل اللي دائم لا بغينا نعالج اشياء عندنا. ليش ما يصير على الهواء؟ بالضبط هذا اللي انا تفاجأت انه ليش ما صار على الهواء، وكلمه السرداب اللي كانت على هذه ممكن تخلي يفهم اشياء ثانيه. جيد. تمام. فانا حبيت اني انا اعتذر من الاداره اولا على ان توجهنا للسرداب، لكن بناء على الطلب اللي احنا بالعاده نخليها بيننا ان نتوجه بطريقه بدون تكون ملحوظه او الجمهور ان يستاء انه ليش راحوا وخلوا لنا الهواء فاضي. جميل. فانا بس اني انا بقول اللي طلع في الهواء اليوم والله العظيم انه كان كلام يتكرر إذا بغينا نعالج الأمور اللي بيننا احنا كمتسابقين. وبعدها صار اللي أنا ذكرت لك موضوع أحمد المفاجئ إنه مشى من عندنا. طيب. والله يرجع بسالم. وضحت الصورة. ياسر بتقول شيء؟ لا بس بيض الله. يعطيك العافية سرور وشاكر ومقدم. يعطيك العافية. ترى علي وعبد الله موجودين وأنا أخذت من وقتهم شوي. بناخذ علي وعبد الله بس بنرجع لك بعد شوي. خلنا ناخذ مقطع من مقاطع الجمهور ونرجع مرة ثانية. عزم وأمل فينا نرسم أمانينا، وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا، وإحنا تحدينا نقدر نعمل والوطن يفخر فينا. هذه قيمنا وحدة هوية همة قوية عزة وطن، هذا زمننا وإحنا بقيمنا نقضي علمنا نبني الوطن. إبداعنا فينا إذا بروعتنا حسينا بالجدية تحلينا ما وقفنا.
فينا إرادة نوصل هدفنا درب السعادة جد وعمل عمل خطوة فتية وثبة قوية للعالمية قول وفعل إحنا الشباب إحنا الشباب إحنا الشباب إحنا الشباب. يعطيك العافية محمود. ياسر هذا المونتاج اللي اقول لك اياه برضو، هذا المونتاج من منتجات الجمهور الجميله، جميله جدا، فيها ابداع وفيها تالق وفيها لمسات جميله. الفيديوهات هذه ولا الفيديوهات البكائيات والثنائيات بغض النظر على البكائيات، لها كل احترام وتقدير على ميتها، بس لا انا احترم البكائيات والثنائيات هذه. لا انا احترم اللي منتجوها، لكن انا ما بشكل عام احنا نتكلم عن المقاطع مو بالاشخاص. انا ما ايش رايك افضل المقاطع ذي ولا ذيك؟ لا والله ما في مقارنه يعني صراحه، ايش الجاب الجاب يعني هذه المقاطع اللي مثل هذه رغم انها فيها ابداع، فيها لمسات جميله، فيها ما فيها تحيز معين، فيها من حق اي، بالعكس انا بالنسبه لي من حق اي جمهور يسوي مونتاج المتسابقه، لكن يسوي مونتاج تحفيزي، مونتاج فيه تميز، فيه تالق، فيه ابداع، فيه تصاميم روعه صراحه. انا قاعد اشوف مثلا المونتاج اللي شفناه الان جميل، فيه لمسات جميله، فيه حتى تقطيع الفيديو على الايقاع نفسه تبع الانشوده، فيه حركات بالافتر افكت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اللي سواها هني صراحه. طيب عندي سؤال لك يا حبيبي، أو شيء أباك تقرأ لي شيء من الهاشتاج. ترى شوف إذا قرأت بفتح لازم أقول كل المتسابقين. لا مرور عادي، لأن عندي موضوع مهم ودي أناقشه مع عادل الكلثمي وعبد الله الشهراني، هم معي في كونفشرون بس باخذهم بعد شوي. وبتكلم عن موضوع سعادتك عشان تذكرني بس عشان ما أنسى. سعد من؟ المنظم. سعد الكلثم. طيب سؤال كبير، ليش سعد الكلثم صار منظم؟ إيه؟ هل هو أعلى نقاط ولا في أحد أعلى منه؟ بنناقشه بعد شوي، بس عطنا من التغريدات. طيب عندي هنا تغريدة مكتوب فيها هاشتاج حياتك. حياتك 51. جميل. سرور روقي شخص قيمي راقي، محتواه متميز، له كاريزما خاصة جميلة، مبدع في كل المجالات، سرور إعلامي حقيقي، نتمنى أن تستمر في إبداعك. علي الكلثمي متألق دائما، فاز بحب الصغير قبل الكبير، اتفق على محبته ونقاء قلبه الجميع، واصل يا مبدع، وجمهورك يتمنى عدم غيابك عن الفقرات. هذه رسالة مهمة جدا. وليد الشمري شخصية متزنة، يعرف متى الوقت الذي فجأة قلب عامي، يعرف الوقت اللي يفصل فيه والوقت اللي يكون فيه جدي، جمهورك متعطش للمزيد وفالك التوفيق، أحسن ما في عبد الله الشهراني، مبادراته وكلامه ما ينمل منه. طيب. يفيدك ويمتعك بنفس الوقت بزيادة وعايش واقعيته صح. طيب ومبادراته تفوز اليوم. منصور القرني لسه ما قدم كل اللي عنده، نتمنى منه إبراز مواهبه، مواهب البرنامج، فرصة واحدة بالعمر، لا تظلم نفسك. هذه وردة أو ورد الطنيخة. علي الكلثمي استمر، على الكلثمي استمر على ما أنت عليه ولا تغيب عن البث، أهلك يفتخرون فيك وفالك التوفيق يا رب. هذه لينا الشهري، طبعا هي قايلة الشهري يفتخرون فيك. جميل. صالح الفرحان شخصية متزنة، يعرف متى الوقت اللي يفصل فيه والوقت اللي يكون فيه جدي، جمهورك متعطش للمزيد. انا قبل شوي قريتها وليد الشمري، الان ناخذ نفس التغريده وحطوها عبد العزيز. هذا حنان الجميلي. طيب نشوف مقطع ونرجع. الشخصيتين ابخرتني امس جدا جدا جدا، وبناقش معهم بعض النقاط المهمه بعد المقطع. نرجع علي الكلثمي وعبد الله الشهراني. محمود جميل، هذا شكل من اشكال التمثيل، ايش رايك يا ياسر؟ جميل، الله يوفقهم يا رب. هو قديم المقطع الله. إيه هو قديم، بس إحنا جبناه اليوم، هو مقطع الجمهور القديمة. لا ما قديم، ما أقدر أعلق عليه، قديم. في ميزة، لا بالعكس هو أحيانًا قديم وأصيل. أنا عندي أكثر من ميزة في المقطع.
أول ميزة إنه ترى اللي مثلوهم معناها إنهم رسخوا صورة ذهنية عنهم. صحيح. فكون الناس قلدوك معناها أنت أثرت فيهم أو إنهم انتبهوا فعلاً. أنا ما أتكلم عن الشباب. شباب مثلوا وطلعت على الهواء وجميلة جداً بالنسبة للتقليد. أنا أتكلم عن الفيديو نفسه. أرجع وأقول شباب الأربعة اللي موجودين هنا يعني أتكلم عن. عندهم جو مميز يعني بالنسبة لي جو حلو جدا 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 لما يفصلون إذا طار السلك اللي هنا جوه مو طبيعي حط وضحك استانس صحيح إنه افتقدوا محمد لكن ما زال الشباب على وضعهم عبد الله أمس على سبيل المثال اللي إذا كان موجود في كونشروم عبد الله أمس مو طبيعي مو طبيعي في كل شيء عبد الله تعرف اللي خلط بين تعرف يعني تخيل عندك مشكلة تعتبر عويصة كبيرة يعني فيها برايم وفيها خروج وفيها واحد قال انا ما يطالع بعدين طلع فيها تصادم وجابها بطريقه يا اخي مقبوله جدا جدا يعني شوف الفقره ساعه صح انا كنت بشوف ملخص للفقره بشوف والله العظيم تابعتها ساعه كامله ماني قادر عبد الله كان شوي يرمي لك رميه فاصله وعنده انا بوجه لك صحيح عندي مشكله صغيره السالفة 9562 مرة طبيعي هذا طبيعي جدا طبيعي ما دام عبد الجليل بندر موجود طبيعي تعد السالفة وسعد الكلثم أيضا سعد الكلثم يكرر كثير المشكلة الميزة في عبد الله أول شيء أنا في البداية ما كنت شفت المقطع لكن شفت ردود أفعال الناس فعرفت أنه مقطع جيد لأنه في ناس تمدح في ناس تسب فعرفت أنه جالس يقدم فكرة جريئة جميلة جميلة بطرح رائع عادل الكلثم يعجبني جدا 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 بصراحته هذه الصراحة اللي ننتظرها من كل المتسابقين صراحة مقبولة مو صراحة جارحة يعني في بعض الناس والاحترام للجميع طبعا إذا صار إذا 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 صار صريح صار يؤلم يجرح وهذه مشكلة لكن جميل إنك تكون صريح بدون ما تأذي أحد والدليل إنه لما قال كلمة عبد المجيد أتحفظ ما بقولها اعتذر منه مباشرة لما أزعلت عبد المجيد بالضبط. فهذا دليل إنه قريب مرة من يعني رجعته قريبة وهذه ميزة علي إنه اللي في قلبه على لسانه لكن ما في شيء في قلبه طبعا جميل طبعًا. الميزه الثانيه اللي عندي اللي عجبتني في عبد الله اداره مميزه ورائعه ومبهره للحوار الساعه مرت كانها دقائق فاللي يشوف المقطع ويعطيك الوقت حقه يعني مثلا قاطع فلا اسكت يا جماعه خلاص اسكت يعني تفضل كمل يعني مو بس كاركتر مضحك لا في جديه مجنون يقلب الاوراق هي ورقتين طبعا صارت 10 اوراق أقصد أنه جمع بين أنه يخلي الفقرة مضحكة خفيفة وسلسة خفيفة وبين أنه يدير الضيفين أو الثلاث ضيوف عنده ويدير الجمهور وعجبوني جايب بودغاردية يضبطون شغب الجماهير أخذ مداخلات من الجمهور سمع آراء الناس وقال له سمحت لا تقاطع لأني يكمل عطى الطرف الثاني حقه طرح الفكرة بكل إلين صارت تتكرر قال لو سمحت الفكرة صارت واضحة وجه نظركم واضحة انتقل الموضوع ثاني عبد الله وعلي يا مرحبا الله يحييك ارحب مليون صبحكم الله بالخير والرضا والنعيم الله يحيي النور الصلاه ياسر وابو شوق والله يحييكم انتم الاثنين ابدعتوا تميزتوا عبد الله هذه فقره كانت كذا يعني بنت الساعه يعني ولا مخطط لها وبتكون متكرره بيني وبينك يا ابو شوق الصراحه انا تعبت وانا اجهز الفقره واضح من خشتك اصلا انها تعبت فيها واضح مره واضح سلمت العلم سلامتكم امس بعد البرايم أنا جلست مع الشباب كلهم يعني مريت من عندهم جميل شفت الشباب يعني كل واحد منشحن أكثر من الثاني جميل حبيت إني أوصل للعلم إيش السالفة ما أدري هذا زعلان من إيش هذا زعلان من إيش فاكتشفت إنه يعني السالفة اللي صارت بعد البراي جميل ها قلت كيف أحلها بريل ما له داعي إذا طلعت واضح إني أبغى أحلها ولا إني بتدخل بالسالفة إيش علاقتي في الموضوع صحيح قلت يا شباب تعالوا أبغاكم في فقرة ولا علمت أي واحد فيهم إيش أبغى فيهم جميل يعني ما خططت معه إيه كان جنبي حقة حياتك ورقة حياتك حلو خذيت التنتين وطلعنا على المركز وقفنا المركز قلت يا عيال اللي تحت البث هذه كلمتي لهم اللي تحت البث طلعوه هنا سلام. انت صرح اللي قال لك يا تحت البث صرح فيه وانت هذا قالوا عادي مسموح كل واحد قام يتسامح من الثاني فقالوا مسموحين فمشت معي والله على الوضع اللي هري له عندي سؤال عبد الله بعد ما طرحت الفكره ذي صارت مشاكل بينهم ايه لا والله طيب صار بعد الفجر اهتمام الشباب اللي صار اللي مع وليد وسعد يعطيهم العافيه السبب ايوه سبب شحنتهم كان شيء واحد اختلاف فهم بس طيب ممتاز الان
شفت النموذج هذا يا عبد الله؟ ايوه. اول شيء اشكرك جدا على الجرأة في طرح المشكله بعد ما وقعت المشكله، اخذتها وطرحتها بجرأة عاليه. شهادة اعتز فيها. اشكرك. الجمهور يا عبد الله يتمنى يشوف القصه من بدايتها نهايتها على الهواء، بس هذا ابسط حقوقه هو يتابع. فانا اشكرك يا عبد الله انك نقلت القصه كامله. علي اشكر فيك جرأتك في الطرح، قلت لي في خاطرك، لان احنا امس ناديناك في كونفشن روم عشان تكلمت كلام في وقت الوداع، فكنا نبغى نستفسر، بينت كل شيء مع عبد الله. صح، لان بينت لي في خاطري واعتذرت من عبد المجيد لاني كنت غلطان. ابى اعطيكم ياسر. طيب ما صبحكم الله بالخير. صباحك الله بالنور ورضا السرور. عبد الله نبه، شفت لو استمريت من امس على هالوضع الى اليوم العصر وكملتها الى نهايه البرنامج، شفت الوضع هذا؟ ايوه. حتطلع رقم واحد في البرنامج ان شاء الله يا رب. حتطلع رقم واحد، مش الاول في التتويج، ما يدخل التتويج. حتطلع رقم واحد في التفاعل. انا بتكلم هذا، انا تفاعل لكن... بقولك حاجه، تفاعل عقلاني، تفاعل جيد، ما فيه اوفر، جميل، فيه اخذ ورد. الفقره اللي امس مع اني ما ادري شو اسمها، سميتها 9600 اسم هنا، ما ادري شو اسمها بالضبط. شو اسمها كنت متعمد والله. طيب انا بس لك سؤال، انا بكذا في راسي، ناوي منها بارت 2 يعني، ناوي منها شيء ثاني، جزء ثاني؟ ان الجزء الثاني الى الان والله ما فكرت في الشيء هذا نهائيا. طيب ايش رايك، انا عندي لك شيء. شوف، كل ما صارت مشكله بين اثنين، بدل ما تروحون السرداب، نصيحه بس، خذهم يا عبد الله وسوي لهم هالفقره. والله ترى روحك الحلوه، شوف بقول حاجه، روحك الحلوه خف دمك في الفقره، تطيح شوي من الشحنات اللي موجوده داخلهم. صح، الشباب كانوا مشحولين امس، لكن مع طقطقتك بدايه الفقره واخذتها بالموضوع بريحيه، ما في جديه في الموضوع، الشباب تقبلوا وصاروا يتكلمون بكل سهاله. صح ولا لا يا علي؟ صح، صدقت كلام سليم. وانا ما عندي مشكله اذا الشباب يعني عجبهم الشيء هذا او عجبهم الوضع. ما عليك يعجبهم ولا انت تسحبهم بس وسوي الفقره. انا بالعكس والله يعجبني الفقره، امس طلعت اللي في خاطري اول شيء، وبينت لي اللي في خاطر اللي قدامي. شفت يا علي الفرحه اللي حسيت فيها انت وارتحت؟ اي والله، ترى الجمهور حس بضعافها وتابع الفقرة، ونتوقع هالمقطع بيصير من أكثر المقاطع مشاهدة لولا أن وقته طويل جدا. لو قدرت يا عبد الله أنك تقدم هالرسالة وهالفكرة بين أي اثنين بينهم نقاش وبينهم مشكلة أو كذا بطريقة، ميزتك يا عبد الله كنت صريح، صح، وأدرت الحوار بصراحة، ما كنت تبحث عن أي قصة جانبية، كنت تبحث عن الحقيقة وفقط، وبرضو ما كان في صف أحد. صحيح. كان هو المحاور المحايد و... لا كان مع صف فلان ولا لا. ياسر انا عندي كلمه والله العظيم، يعني ما انا اقولها عشان عبد الله اني امون عليه ولا امون علي ولا هذا خويي ولا ما هو خويي، اقسم بالله حتى الموضوع يوم اني جالس ما حسيت اني في شيء رسمي، اني اخاف اقول كلمه ولا اخاف، لا بالعكس بريحيه طرحت لي في خاطري. جميل، مشاهدتي صراحه فيه مجروح عبد الله. الله عبد الله يعطيك العافيه، شيء يذكر فيشكر. شكرا شكرا يا علي. في مقطع لكم بعد له علاقه بالتقليد، بناخذه عبد الله الشهراني اظن، نشوف المقطع ونرجع لكم. قهوة صح، منو قلت تستاهل والله. كفو لانك كفو كذا. وش رديت عليه؟ قلت انت ايش؟ قلت والله انك وافي وانك طليخ وان ابوك وافي، جدادك كلهم وافي. عزمني ضميري باقي، ابغيت اقول له عطنا الثالث عادي. ليش قاعد تطبخ بيدك؟ لو سمحت دون جبال دون جبال دون جبال، كيف قاطعين يا دون جبال دون جبال يا هاني هاني دون جبال هاني ما قاطع. ايوه دون جبال. ما تبي تصدقني؟ ها اولع بنفسي انا. بالله عبد الله، ها كنت تتوقع يوم قال افضل ممثل انك تكون انت؟ اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بما لا شك فيه، رجل بقامتي وبكاريزماتي يستاهل اتوقع انه يكون افضل ممثل. ازف لكم خبر موتوسو، المؤتمر حياتك بيكون بعد بروفايلك. جميل، ابداع يا اخي، مجانين لو استمر بهالريتم يا اخي، كلهم مجانين يا اخي. ايش سالفتهم؟ واحد يقول بولع بنفسي. شوف بشكل عام فواز ترى عنده ابداع غير عنده فصلات، بس انه نحتاج الى، قلت له قبل، اذكر اني قبل كم، وين، قبل اسبوعين او ثلاثة، قلت له في الكونفشن روم كان موجود، قلت له فيصل انت مبدع ممثل مميز، لكن استمر. يوم كان حملة العميان قلت له انت استمر في التمثيل. صراحه الحمله ذيك او البصمه ذيك انا بالنسبه لي ما زلت اعتبرها رقم واحد. جميله جدا، حضورها وعمقها وفكرتها وميزتها شيء غير عادي، حتى اليوم في المقطع يقول ولا ولا سجلي. اتمنى هالفصلات تكون موجوده بالاضافه الى رسائله الايجابيه اللي كانت تعرض. بالنسبه لعبد الله، انا جتني رساله مكتوب عبد الله الشهراني حافظ على الحضور المبكر للصلاه،
سبب الخصومات في دخولك إبراهيم هي الصلاة، وأنا غير طبعا رب العالمين، لكن أقول بمعنى في البرنامج هي سبب دخولك إبراهيم وتأخرك عنها، فشد حيلك وبكر. على فكرة ترى الشيف أبو علي جالس يطبخ للشباب في الخلف، هو منصور يطبخون ذبيحة فيصل بن قربة على ما أظن، صحيح اللي معرض للشباب اللي أعطانا إياها وأخذته، يعطيه العافية أبو علي. وبكرة بيجي في المطبخ إن شاء الله، متواجد في الليل وفي النهار، يعطيه العافية. طيب ودي أوضح قبل أنتهي الوقت مسألة المنظم، كيف سعد كل تنصر المنظم. طيب بالمختصر المفيد، طريقة حساب الرصيد تبع المنظم تختلف جدا عن موضوع البرايم. البرايم تحسب نقاطه من بداية البرنامج إلى هذا الوقت، جميل. أما المنظم تحسب نقاطه خلال الأسبوع فقط، يعني من مثلا رقم 1 إلى رقم 7. جميل جميل. سعد الكلثم دخل مرتين المطبخ، يعني سبت لنا الماضي واليوم. جميل جميل. وايضا في البرايم حصل على تقريبا، هو حصل على 1300 وشوي، اخذ نصه تقريبا حدود 700 و650. جميل. وغير كذا في مشاركاته في بعض المسابقات، وايضا تقييم المقدمين. المقدم مثلا في له رصيد، يعني يجي مقدم تبع مثلا اكاديميه حياتي يقول والله اللي تفاعل معي فلان وفلان وفلان، واللي تفاعل معي في المسابقه فلانين فلان فلان فلان، اي مقدم غير بروفايلك احنا ما لنا علاقه، يقيم يعطي الدرجات للمتسابقين على حسب تفاعلهم، اللي هي فقره الشاب اللي هي مثلا مع اثنين والاكاديميه وغيرها. جميل جدا. فعلى اثر هذا خلال الاسبوع سعد كان الاعلى خلال الاسبوع، وللمعلوميه رقم 2 المركز الثاني كان الفرق بينه اقل من 100 نقطه، يعني يمكن صحيح الفرق بين المنظم والمركز الثاني كان اقل من 100 نقطه. اللي يهمنا هنا نقول مبروك يا سعد الكلثم، تستاهل التنظيم، وإن شاء الله نشهد أسبوع جميل مثل أسبوع وأفضل من أسبوع حمد اللاحم. ترى أسبوع حمد اللاحم نقلة، أسبوع حمد اللاحم كان ناري جدا، نقلة يعني الله يعين سعد، يا يكون أفضل ولا جميل. جميل. والشيء الثاني أيضا نوصل دعواتنا ونطلب من الجمهور يواصلون دعائهم لأبو أحمد سعود، وإن شاء الله نرجع سالم. نشوف مقطع ونرجع لكم. سوا يمين يمين ترنحوا، يسار يسار ترنحوا، يمين يمين ترنحوا، يسار يسار ترنحوا، ورا ورا ترنحوا، قدام قدام ترنحوا، فوق فوق ترنحوا، تحت تحت ترنحوا، فوق فوق ترنحوا، يمين يمين ترنحوا، يمين يمين ترنحوا، عشان الحقنا ترنحوا، يسار يسار ترنحوا، يسار يسار ترنحوا، يسار يسار ترنحوا، فوق فوق ترى نحو، فوق فوق ترى نحو، فوق فوق. ايش رايك ياسر؟ المقطع جميل، لكن عندي 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 مشكله انا بصراحه، يعني من زد رصيدك 6 انا عندي مشكله في هالوضع بالضبط، اللي هي مساله مخاطبه الكاميرا. مخاطبه الكاميرا، مخاطبه المخرج، صدى يا فلان، هذه كلها تؤذيني كمناقب. بصراحه ياسر هذه اللي اذتك ولا ترى نحو؟ لا والله ترنحوا بلا لا ايش دخل ترنحوا ترنحوا يسار لا لا الكلمه ترنحت لا لا بلاكس بلاكس لا اذا يعني عادي لا عادي قولوها من الحين للسنه الجايه ما عندي مشكله. وانا اتمنى انه ما يصير اداء الشباب في هالحركه مترنح، ويبتعدون عن مساله يكلمون المخرج يا فلان مايك او كذا فلان صدى، هذه انا اتمنى في جميع برامج المواقع لا تقتلني صراحه. فاتمنى انه خليك بوضعك انشد يا اخي، موجود مهندس صوت ما حطالك صدى بكيفك، خلاص انت كأنك جالس في مكان. مساله مخاطبه الكاميرا فيصل بن قربة بيتأكد هذا صار السؤال. فأقول مسألة مخاطبة الكاميرا، مخاطبة المخرج، مخاطبة الإعداد، هذه كلها أنا ما أيدها، ما أيدها نهائيا. فأتمنى من الشباب مستقبلا التفادي هذه الأمور. ورسالة اعتذار للجمهور إنه ما قرينا بقية التغريدات اليوم، عندنا الوضع زاحم شوي. وكان عندك شيء مشوق؟ إيه نعم، عندي الرسالة اللي قدمها عبد الله الشهراني والشباب اللي كانوا معه، واشكر صراحه ما اقدر انسى عبد العزيز بن سعيد والاخ اللي كان واقف معه ما اذكر من وليد الشمري، وكان فيصل صالح الفرحان، صالح الفرحان، في مجموعه كانت موجوده خلف الكواليس تنظم بعد مع عبد العزيز الشهراني، مع عبد العزيز مع عبد الله الشهراني. الجهد هذا الكبير يحط عليكم ثقل ان الجمهور يبغى يشوف كل شيء على الهواء، ما نبغى نسمع كلمه سرداب ثاني مره. عندنا قصه اليوم وهاشتاج مملكه الانسانيه، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم 123 مشروع إغاثي في اليمن، وبتكلفة تتجاوز 584 مليار دولار، رقم غير عادي، لكن معروف عن المملكة مليار دولار عن هالمملكة، أو مليون دولار عفوا، عن المملكة العربية السعودية حرصها
على الأشقاء وعلى الإغاثة أو العمل الإغاثي بشكل عام. الهاشتاج مملكة الإنسانية، تفاعلكم معه. فيصل من قربة ما جاني علم عشان أرد عليك. أشكر الشباب وشكرا يا فيصل حبيبي، شكرا يا ياسر حبيبي، تمنياتنا لأحمد سعود بالعودة، شكرا لكم. We'll be right back.